يلا. ايش رايك في العمل هذا؟ انا ضيعت، ما ادري هو الاول ولا الثاني، لكن اي شيء في صوتي جميل. اي ايش؟ اي شيء في صوتي جميل. بس احرجتك صح؟ جدا. طيب كل العمل جميل يا اخي، ايش رايك فيه؟ اي بس قول، يعني ما ودك كان يشغله؟ لا لا بالعكس. طيب ودي انك استمريت يا اخي. تجلس الحلقه كلها شيله؟ لا بالعكس، استمتع يا اخي. ان شاء الله عدت على الشاشه اكثر مني اشوف وجهك. انا صادق، بس انا اتكلم انه انت الحين انت ما ميزت بين الاولى والثانيه. هو ما اشتغلت الا واحده. ما اشتغلت الا واحده؟ ايه. ما اشتغلت الا واحده؟ الان؟ ايه. ما اشتغلت الا واحده. متاكده؟ ايه. اي واحده هذه فيهم؟ والله اني مضيع. ما تدري؟ والله اني مضيع. طيب نشغل الجديده؟ جاهزة؟ إذا جاهزة. بس إعداد لا تطول لأنه حرقان بس شوي. كيف؟ تكلم عن الإعداد. جيب لك اللبن شيء. خلاص يا مخرج شيلها لنا. طيب نرجع للمحور هذا. طب الصوت يكفي، ما نختلف عن الشيء هذا، ولكن اذا انت صاحب العمل ما عرفت لا الاولى ولا الثانيه، تجي تقول ان الاولى اللي سويناها كان التوزيع سيء؟ بدون ذكر اسماء ارجوك، لانه ما هو موجود الشخص. اذا بيدخل معي الحين مكالمه هيثم، اذا تقدرون تدخلون مكالمه لهيثم كان بها ترى. طيب انا ما عندي مشكله اذا انت حقيت الرد. هذه مشكله، تتجاوز محور بعدين ترجع. عادي هو شوف نايف، خليني اقول لك، هي ما هي فقره رسميه بحته، ولو تلاحظ من بدايه الفقره نقاش، هني اكثر نقاش ودي في طرح الاسئله والمحاور. بلا شك يعني لو ابغى امشي على نفس المحاور اللي هنا او امشي بطريقه معينه ممكن ما نوصل لشيء. صحيح. فانت زعلك الحوار اليوم؟ ابدا. طيب استمتع. اليوم رجعت للمحور انا هذا، الاعداد قاعد يجهز الاولى او جاب الاولى، فما كانت من محاورنا. صحيح. بس اوضح الصوره، ما كانت من محاورنا. صح. بس لما جابها الاعداد وتواصل معي انه موجوده، انا بالنسبه لي كمستمع الاولى والثانيه كلها حلوه. اذا انت صاحب الشان وصاحب العمل ما عرفت تميز ما بين الاولى والثانيه وتجي تقول ان الاولى سيئه. طيب انت ميزت بين الاولى والثانيه؟ انا الصوت يميزني. لا العمل. قلت لك الصوت. انا ما ادري وش اللي يصير خلف الكواليس، وش الادوات اللي تستخدمونها. انا اتكلم كمشاهد او مستمع، شوفها كلها جميله وممتازه وحلوه، بس انت عطني الفرق، خلي الجمهور يعرف. الايقاع ممكن. ها؟ الايقاع هم هم انا ما ادري. الايقاع الاولى كان ترى ما في ايقاع، الايقاع كان هادي، هذا ايقاع قوي يا اخي. مشغلين العمل الثاني مرتين. بس انت ما عرفت لانه مشغلين العمل. لا يعني انا شغلت لك العمل الاول والعمل الثاني. لا انا ابغى العمل الاول، ما شغلوه الا شغلناه. ما شغل اول شيء كان العمل الاول ترى. لا اعداد الاول، الاعداد يقول اول شيء شغلناه، الاول اللي شغلناه هو العمل الاول.
أنا أذكر العمل الأول كان لقاء فيه خافت جدا. هذا شوف شغلناه الحين وكل شيء ترى نفس الشيء، وهذا الإعداد يأكد على إنه موجود العملين وتقدر تسمعها. بالعكس أنا جاهز أسمعها. أخذتها من هيثم؟ متى الحين؟ رجع الإعداد للملاحظات ورجع إنه هيثم أرسل نفس العمل الأول ونفس اللي دش أنت. يا سلام. إيش الفرق؟ العمل الأول كان إيقاعه خفيف. بس أنت ما عرفت. انت شغلت لك الاول والثاني. انا كنت الاول كان مثل ما قلت لك كان الايقاع خفيف، الان الايقاع كان الريتم اسرع. بس انت ما عرفت يعني، انت لو عرفت اللي قلت لي هذا يا ابو كاتم هذا الاول وايقاع خفيف، ابغاك تشغل لي الثاني، كان ممكن. بس انا شغلت لك الاول وشغلت لك الثاني. انت مشغل لي نفس العمل. اي انا ما شفت اختلاف. اي بس انت طيب كيف تقول ان العمل الاول سيء؟ لا انا مشغل انا العمل انا كمشاهد لو تشغل لي الاول ابغى اقول هو الثاني. انت مشغل لي العمل الثاني مرتين. مشغلين العمل الثاني مرتين؟ نعم. إعداد أنتم مشغلين العمل أبداً، في فرق. أبغى الآن العمل الأول. طيب شغلوا العمل الأول، شغلوا العمل الأول. طيب يا إعداد، الواضح انه بنطول في المحور هذا، فهو يقول الثاني هو يقول الاول. انا لاني شفته قبل شوي اعطيها النظره الجويه، عرفت اللي انا متمكن، لازم نثبت الشيء هذا في الايام الجايه. تمام.